بحال قالنا الاخوان قال لك ما تسيدوش لان باقي كيهود هنا مازال كيزدح. ها هي بهيمه فين هي ميته وحده. ها بقره هنا ها. وها هي بقره هنا طاق الريحه. عندي بقره بعت وحده. ها هي هي كتموت مسكينه بالجوع ها. هي ها. هذوك العامل جاي ها هو كيموتوا بالجوع قال لك من نهار الزلزال ما كلاوش ما لقاو ما ياكلوا. ها هما بقى هذه كتموت. وكاين بقره لتحت حتى هي كتموت. قال لك كانت لاباس ولكن كتموت بالجوع. بالجوع ماتت ما بقاش اللي جبدوها مات لهم بالجوع. شحال كتسوى ديك البقره؟ قليل هذا العمر اللي دار فاش ميدو فاش حبسنا هاد البوكلام هادي غلط. حنا كنساينو زعما كاين بقره كتسوى مليون ونص ما قدوش. حلابيه شحال تندفعو هنا ديال الحليب؟ كانت كتعطيهم الحليب باقيه هنا مسكينه حتى ماتت بالجوع كانوا يقدروا ينقذوها ولكن ما تنقذاتش. اذا قولوا لنا شي كلمه اخيره. حالاش اللي بغيتو شنو تقولوا شنو توجهوا شي نداء ولا شي كلام للسيد العامل ولا شي حاجه بغيتو حتى تقول السيد العامل الله يجازيك بخير الا ما تلقنا البوكلام تخدم راه عندنا التبن ديالنا وحوايجنا وراه كله تيعرف ضروري ما ينايضش الفوضى كلها تعرف السياسي ايوا الجرا محسيه راه كاين الشيخ كاين القايد كلشي عارف كاين كوم سجلين عندكم عناوين باش يزيدنا الزيار على الزيار ربما كاين شي اسباب اخرى ما نظنش انه غير قضيه كاين شي اسباب اخرى اذا هاد العجه مسكينه هي كتموت كتموت مسكينه راه حاولوا يجيبوا لها شي ربيع الا كاع تشطبت كاع سميتو راه تيبان ما كان ما كان فين تجيب شي حاجه ما كان والو ايوا انا بقى هادشي هذا هكا معصب بحال ما كنت اذا تحياتي لك.